حياك الله، شكرا يا ابو مقرن بارك الله فيك. أحسن الله اليكم فضيلة الشيخ صالح يعتقد بعض الناس أن التكاليف والأوامر في الإسلام تسقط عن كبار السن الذين قد فقدوا عقلهم أو شيء من هذا، ما صحة ذلك؟ لا تسقط عنهم ما داموا في في فكرهم وعقلهم، لا تسقط عنهم الواجبات ولكن يأتون منها ما يستطيعون، قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم وما لا يستطيعونه فانه يسقط عنهم نعم